عندي نوع سلطه حلو جدا خفيف واطفالنا بتحبه جدا جدا وبسيط اي حد يخش يعمله بمنتهى البساطه. بسم الله. بطاطسايه مسلوقه جزرايه وبسلايه وفاصوليا خضراء برضو مسلوقين كني خضار سوتيه بس مش هعمله سوتيه هعمله سلطه. جايب عندي معلقتين مايونيز دايت وعلبه زبادي دايت عشان ما يبقاش يعني فزع قوي. هعمل الصوص بمنتهى البساطه وابص الاول بس على الفرن عشان ايه اشوف امورنا ايه. ما شاء الله تمام ماشي حلو الكلام. وعندي بروكلي وللامانه البروكلي ده مش فريش. البروكلي ده كان فروزن فانا قلت له ما فيش مشكله عندي طلعوه ونشتغل بيه فكنا عادي جدا واشتغلنا بيه. تعالى اعمل صوص لطيف جدا. بسم الله. ايه بقى حكايه الصوص؟ علبه الزبادي بتاعتي بالميه بتاعتها ايوه عليها على طول فص ثوم ينزل عليها اقل من فص ثوم بالريحه بس بحب الريحه تمام. وعندي تاتش بابريكا مدخن وكمان معلقتين المايونيز الدايت او عاديين براحتكم طبعا. ادي واحده وادي اثنين تمام تمام. هنا بقى البصل اختياري انا مش عايز احط بصل فيها بصل مفروم. عايزين مش عايزين انا شايف الامور زي الفل. تاتش زيت ده الصوص تمام. وبلاش احط خل وليمون على الزبادي والمايونيز عشان ما يفصلش مننا. دي معلومه لحضراتكم وارد تحصل وممكن ما تحصلش. بسم الله. شايف الصوص عامل ازاي؟ حلو الكلام. اروح اعمل ايه بقى؟ مصفي البطاطس بعد ميتها هي مسلوقه بحطها في ميه عشان برضه ما تسودش مني. وانزل بالبطاطس تمام؟ وانزل بالبسله مسلوقه زي ما اتفقنا برضه. بروكلي فاصوليا خضراء جزر مسلوق اي حاجه نبدا نقلب بيها. بسم الله. شايف الملامح عامله ازاي؟ هطلعك انا بقى من الطبق ده اخر فاصل بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. انا بحب بس ايه والله دايما اقول كل حاجه لحضراتكم تاخدوا بالكم بتفاصيل حكاياتها عشان توصل المعلومه لحضراتكم بكل شيء. السلطه خلصانه ونقفل السلطه بطريقه لطيفه جدا. جايب عندي ورق كرومب او ورق خس اي حاجه موجوده عندي اقدر امشيها بشكل يكون لطيف. اعمل كده يلا بينا. بسم الله كده. بسم الله. عشان كل واحد يبقى على المائده ياخد الطبق بتاعه في كل حاجه. افكار بسيطه مش محتاجه اي حاجه خالص يعني اي حد يعمل الفكره دي حتى في اي نوع سلطه تاني. معموله بعلبه زبادي معلقه مايونيز ده الصوص. بطاطس مسلوقه خضار مسلوق كله وعم تبلناها بمنتهى البساطه وخلاص. اخر حاجه دي هنا دي عشان انا امسك البوله وانزل كل حاجه هنا بالشكل ده معايا يا استاذ حسام. بس كده بالهنا والشفا خلصانه خلصانه. نطلع بيها على طول على المائده.